إلى ذلك، ذكرت مصادر استخباراتية أن حزب الله اللبناني سبق له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في دولتين أوروبيتين على الأقل خلال السنوات الماضية قبل أن يتم اكتشافها ومصادرتها. وكانت نترات الأمونيوم السبب في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي. رمله نوويه بمعنى كم صاروخ من عنا زائد هول حاويات الامونيا بحيفا نتيجتهم نتيجه قنبله نوويه. طيب وبيقول لك انه يجي كم صاروخ ينزلوا بهاي الحاويات بمنطقه يسكنها 800 ألف نسمه يقتل منهم عشرات الالاف.